ديود حقا لك التجنيد الاجباري من اجل تربيه الشباب على المواطنه. حتى المواطنيه تلوح في 50 درجه ديال الحراره في الحدود، وحدايا العقرب وحدايا اللفعه وعاطين كلاطه الضيق حقا ما حقا تتعلم قيم المواطنه. هذه ماشي مواطنه، هذه راه الاحتياج الزوبيه. المواطنه هي تعطيني تعليم مزيان في المدارس وتعطيني اساتذه مزيانين، المواطنه هي تعطيني سبيطارات مزيانين واطباء اللي يعالجوني. هذه هي المواطنه، حيت المواطنه انتم قتلتوها فينا. وهذا الشيء كنقولوا ماشي خوف من التجنيد الاجباري، حيت انا اللي كنت غادي نمشي ونهز كلاطه باش ندافع على من؟ ندافع على دوك المغنيين اللي كتوشحهم مره في عيد العرش ومره في عيد الشباب. علاش هذه غنات حقا غنات على المغرب، هذه غنات والصحراء غنات بخل خالها كتعطيها وسام. هي ولاد الشعب المناضلين والمخترعين واللي دافعوا الحقوق ديالهم، شي مات شي خدع 20 عام ديال الحبس، شي خدع 10 سنين. ها هادو هما الجامعات اللي جايبين لينا جاد باش توعيو الشعب، هادو هما المدارس العليا اللي وجدتوا الوليدات اللي تخرجوا من الباك شدوا البكالوريا ديالهم. صافي حقا ما حقا تعالوا نديروا لكم التجنيد الاجباري. راه عيب هذا، راه ماشي تجنيد، هذه راه سياسه ديال تكليخ الشباب. بان لكم الشباب بدا يوعى، بان لكم والمقاطعه اثرات بواحد الشكل ايجابي على ذوك اللوبي ديال الفساد وهذوك الرؤوس اللي متحكمين في الاقتصاد المغربي. تعالى ما تعالى الشعب عندنا بدا يوعى، اش نديروا ليه؟ الوحوا سيبقوا الاصا الزاك، سيبقوا السماره، سيبقوا جيت قويره، خلي بابا يتحرك في الشمس باش يحني الراس ويطوع. هذه خطه فاشله، خطه ما خداماش. الشعب كيعاني من التهميش ومن البطاله ومن الفوارق الاجتماعيه. كتلقى الوزير عنده فيلا وامتيازات وطنوبيله اي ام جي، وكتلقى ولد الشعب حامل شهاده اجازه ولا دكتوراه كيشومي وكياكل الضق قدام البرلمان. راه عيب وعار، راه الشعب المغربي ما مستافد لا من ثروات لا ديال الفوسفات لا من هذه الاتفاقيه ديال الصيد البحري اللي درتو مع اوروبا. راه والو، ما حدكم نتوما كتقولوا كتطوروا في هذه البلاد هذه، وما حد الشعب ديالها في الحضيض وكياكل في الضق. انا اتحدى الملك واتحدى هاد الحكومه هذه ملي بغا يدير التجنيد الاجباري، على الاقل على الاقل الا بغيتي دير التجنيد الاجباري وجد غير سبيطارات باش هذوك الجنود الا قدر الله وتحاربوا في الحرب وتعطف فيهم شي واحد يلقى فين يداوى. وبنادم دابا صحيح صحيح موظف وكيمشي في السبيطار وما كيلقاش باش يداوى. الله يجازيكم بخير. راه هادشي ماشي حنا خايفين من التجنيد الاجباري، ولكن على من غادي ندافعوا؟ واش ندافع انا على برلماني كيجي 3 مليون الشهر والكليمو والامتيازات والطوموبيل؟ ندافع على دنيا باطمه؟ ندافع على المغنيين؟ على من غادي ندافع انا في هاد البلاد؟ واش انا الملك كنشوفو كيوشح غير المغنيين وغير اصحاب العرباده والملاهي الليليه؟ عمرني ما شوشح شي جندي، عمرني ما شوشح شي مناضل، عمرني ما شوشح شي واحد عطانا شي اختراع. بالعكس هاد الناس يطمروا هنا في السجن ولا كيمشيو كيموتوا ولا شغل من كيهاجروا شي بلاد اخرى. والله يجازيكم بخير، هاد الخطه ديال التجنيد الاجباري راه ما خداماش. وكنتمنى من الاخوان اي واحد عجباتو الفكره ديالي يوصلها ويبارطاجيها، حتى هادشي بزاف والله بزاف.